السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو. ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل شريط اخباري متحرك على ادوبي بريمير زي اللي انت شايفه دلوقتي ظهر قدامك في الفيديو. والفيديو ده معمول بناء على رغبة الكتير منكم، طلبوا مني ازاي نعمل شريط متحرك زي اللي انا بعمله في الفيديوهات بتاعتي. انا في الفيديو ده هستخدم برنامج ادوبي بريمير وهستخدم برنامج ادوبي فوتوشوب. هنفتح البرنامجين دلوقتي، ادي الفوتوشوب وادي البريمير. عندي هنا اسمبلي، اضغط هنا مرتين علشان ادرج الفيديو بتاعنا اللي انا هشتغل عليه. هذا الفيديو بتاعي، كليك يمين عليه واقول له نيو سيكونس فروم كليب عشان ينزل فيه التايم لاين. نشتغل مثلا على دقيقة كفاية بالشكل ده، تمام. اول حاجة اعملها ان انا اخد لقطة شاشة، الزرار ده بياخد سكرين شوت من الفيديو بتاعي، تمام، بالشكل ده، واحفظه على الديسكتوب. اوكي، واجي فاتح الفوتوشوب بتاعي واختار من هنا فايل اوبن واجيب الصورة بتاعتي اهي على سطح المكتب. كلام جميل. طيب دلوقتي انا عايز اعمل الشريط المتحرك في المكان اللي تحت ده. احدد دلوقتي ابعاده، اختار من هنا اداة الريكتانجل. هنا طبعا في اشكال كتير، ممكن اختار الشكل ده كده، تمام، واعمل مستطيل هنا بالشكل ده، تمام. انا عايزه مثلا لونه يبقى احمر، فاغير اللون بتاعه، كليك يمين عليه بلندنج اوبشن واختار الكلر اوفرلاي واخليه اللون احمر بالشكل ده ونخليه غامق شويه، تمام، كلام جميل. ممكن كليك يمين برضو بلندنج اوبشن واختار بيفل عشان يبقى بالشكل ده، ممكن اتحكم فيه الدرجه بتاعته، كلام جميل، ده معقول. ممكن برضو ارسم الحواف، اجيب برضو الاداة دي او الاداة اللي تحتيها وارسم حواف بالشكل ده هنا كده، تمام. ودي اعمل لها كنترول جي وانا واقف عليها بالشكل ده كده، كنترول جي. الشريط المتحرك ده بيتعمل اكتر من طريقة، كل واحد وليه طريقته، تمام. انا بعرفك على الطريقة اللي انا بشتغل بيها. حدد ده واخليه باللون مثلا الاصفر، تمام. وده نفس الكلام برضو، اقف عليه كليك يمين بلندنج اوبشن وكلر اوفرلاي، اخذ اللون، تمام، كلام جميل كده. انا هخفي الصوره اللي تحت دي، اللير اللي تحت ده، واصبح عندي ده فارغ بالشكل ده. فايل احفظه على كده، اكسبورت بي ان جي، تمام، واسميه 01 مثلا، تمام، بالشكل ده، كلام جميل. طيب النص اللي انا عايز اكتبه هكتبه هنا كده في المكان ده، ما يطلعش بره الاطار ده. هكتب باللغه العربيه مرحبا بكم في اكاديميه المهندس، نقطتين اتمنى لكم مشاهده ممتعه، نقطتين فضلا اشترك في القناه، كلام جميل. هظبط بقى الكلام بتاعي على الشريط ده بالشكل ده، جت بالظبط اهي. هلغي بقى كل ده واخلي ايه، اخلي الكلام بس بتاعي، يعني اشيل ده كده واشيل ده كده. انا اصبح عندي الكلام دلوقتي باللون الابيض، هو مش ظاهر دلوقتي لكنه موجود، تمام، اهو موجود، تمام. نحفظ اكسبورت، فايل اكسبورت بي ان جي، اكسبورت از بي ان جي واخليها 02، تمام. والكلمتين دول اغيرهم برضو، نكتب سطرين كمان كده علشان نبدل بيهم، لان احنا عايزين الشريط المتحرك يظهر فيه كذا حاجة. ممكن اكتب مثلا تعرف على القناة بشكل اكبر، واحفظ برضو دي بي ان جي، فايل بي ان جي واسميها 03 بالشكل ده، ونكتب كمان جملة تالتة عشان امشي معاك عملي واعرفك الدنيا بتمشي ازاي، كلام جميل. ونحفظ برضو الجملة التالتة بنفس الطريقة، سبورت بي ان جي نسميها 04. كده انتهى دور الفوتوشوب، تمام. هروح بقى على بريمير، هندرج الصور بتاعتنا، ادي الشريط وادي التلات جملات اللي احنا عملناهم اوبن بالشكل ده، كلام جميل. اول صورة عندنا اهي، اغير لك بس شكل العرض، ادي الصورة بتاع الشريط دي، هنخليها بطول الفيديو. انا بطبق معاك دلوقتي على فيديو دي، تمام، بس انت بالنسبة لك هتعمل الكلام ده على اي مدة موجودة عندك.
وعلى فكرة الشريط المتحرك انا بعمله مرة واحدة وبحفظه عندي، بحطه على طول في الفيديو، مش كل مرة بضطر ان انا اعمل الكلام ده، واعلمك ازاي تعمل الكلام ده برضو. هذا الشريط بتاعي بالشكل ده، كلام جميل. الإزارة دي تبع الفيديو مش تبع الشريط بتاعنا، تمام. طيب هاجي هنا في بداية الفيديو، انا كل شغلي هيكون على الليارات اللي فوق مش لير الفيديو خالص، نقفل الصوت بتاع الفيديو ميوت، واجيب اول جملة اللي هي رقم 2 هخليها انا بالشكل ده، هفردها هخليها لحد اول 15 ثانية، ادي 15 تمام 15 ثانية اهي، كلام جميل. واجيب المؤشر الاول كده واقف عليها تمام، واجيب editing. الكلام ده ينفع مع اي اصدار بريمير، والكلام اللي انا عملته برضو على فوتوشوب هينفع مع اي اصدار فوتوشوب. هاجي هنا عند الموشن، هاجي عند البوزيشن، اضغط هنا كده تمام، واسحب المؤشر ده بيسحب يمين وشمال تمام، هسحب انا للشمال كده، هخلي الجمله تبدا من البدايه من هنا كده تمام، وعند الاخر، واجيب الشريط هنا كده، كلام جميل. وبعد كده اسحب البوزيشن نهايه اليمين، يظهر الكلام لحد ما يختفي في الناحيه الثانيه بالشكل ده، كلام جميل. اجيب بقى اللير الثاني، الجمله الثانيه السيمبلي، وادي الجمله رقم 3 اسحبها هنا كده، تبدا ورا دي على طول بالشكل ده، واخليها بنفس المسافه لحد مثلا 30 ثانية تمام، كلام جميل. وهاجي هنا كده اقف على اللير الاولاني ده، والتأثيرات اللي انا عملتها عليه هاخدها كوبي، ادي تينك التأثيرات اللي انا عملتها عليه، الموشن والبوزيشن اللي انا عملته عليه، اقف على الموشن بالشكل ده كنترول سي في لوحة المفاتيح، واجي واقف هنا كده كنترول في، الزق التغييرات اللي انا عملتها هنا هنا تمام، شغل كده كبر لك الشاشة، احنا عايزين بقى الجملة التانية دي تبدأ من اول هنا تمام، فاسحبها يعني مثلا ايه الجملة دي خلصت هنا كده المكان ده، انا عايز الجملة التانية تظهر في الحتة دي تمام، في بداية الحتة دي، اسحب هنا كده تمام، واجيب دي واجيب اللير هنا كده تمام، مشغل لسه شوية كلام جميل. يبقى نعمل معاينة كده. مرحبا بكم في أكاديمية المهندس، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، فضلا اشترك في القناة للتعرف على القناة بشكل أكبر، صفحة قناة تشغيل تمام. طيب هنا برضو كده عند الحتة دي عايز الجملة الثالثة تظهر، ادي السيمبلي وادي الجملة الثالثة تمام، لا ادي الثالثة واخليها تظهر في المكان ده كده تمام، والإفكت برضو اللي احنا عملناه ادي كنترول سي ونلزقه هنا كده كنترول في بالشكل ده ونكبر تمام، عايزينها تبدأ بدل شوية كلام جميل. وهكذا لو عايز الجملة تعد نوسع مكان كده، ونجيب اول جملة الت ونضغط عليها كليك شمال بالماوس ونسحب، نضغط كليك شمال واسيب هنا كده تمام، ادي سبحان الله وبحمده انا كده عايز الجملة اللي هي مرحبا بكم تبدأ بعد سبحان الله وبحمده بالشكل ده تمام، انا عملت لها كوبي فنزلت بنفس الافكت بتاع اللي انا عملته تمام، وهكذا. الشريط ده انا عايز احفظه علشان استخدمه كل مره، مش كل مره عايز اقعد اعمل الموال ده تمام، فانا هلغي الفيديو الاصلي بتاعي من تحت بالشكل ده خالص، واصبح عند الشريط لحد كده، نوصل الحته الزياده دي اللي ما اشتغلناش فيها. انا احفظ الفيديو ده بصيغه كود تايم علشان استخدمه بعد كده في ادوبي بريمير كانه فيديو، احطه بس على الفيديو بتاعي، واقف هنا بالشكل ده كده تمام، المكان ده كده كنترول ام في لوحه المفاتيح، واختار من هنا كويك تايم، ادي كويك تايم تمام، واقول له اكسبورت فيديو بس من غير الاوديو، واشيل علامة الصح من على الاوديو، وانزل تحت كده
عندي هنا الفيديو كودك هخليها انيميشن بالشكل ده، وننزل تحت كمان شوية. عندي هنا الريندر هخليها 8 بت زائد الفا، كلام جميل. وبعد كده اختار مكان الحفظ واسم الملف على الديسكتوب، اخليه مثلا اسمه 11 او 31 بالشكل ده 111. وبعد كده اعمل اكسبورت. تمام، الملف اللي انت تعمله ده هيكون حجمه كبير شوية، بس انت تعمله مرة واحدة وخلاص، على كده بتستخدمه في كل الفيديوهات بيبقى جاهز زي ما اوريك دلوقتي. كلام جميل، تعال نعزف بقى كل الشغل اللي احنا عملناه ده كده من بريمير، وادي كل التراكات وادي كل الملفات، ونحط فيديو جديد خالص. نجرب مثلا على الفيديو ده، كليك يمين نيو سيكونس فروم كليب مرتين هنا، وادي الديسكتوب، وادي الملف بتاعنا اللي هو بقى موف بالشكل ده مرتين، ونسحبه على الفيديو. كل اللي انت تعمله هتحط الايه الفيديو بتاعك اللي انت عملته مره واحده هتحطه هنا بالشكل ده، ونشغل بقى بالشكل ده. تمام، يبقى كده اتعلمنا ازاي نعمل الشريط مره واحده ونحطه بعد كده في كل الفيديوهات، يبقى الشريط جاهز معانا. ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك على الفيديو، ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك علشان نعرف وما نعملش نوعيه المحتوى دي تاني.